اليوم عندنا مجموعة نصائح كذا مهمة شوية، أتوقع أن كلنا نحتاجها في حياتنا اليومية. ليش؟ أنا لها علاقة بكل الشنط أو الشوزات أو حتى المحافظ أو حتى قطع الملابس المصنوعة من الجلد أو الشموة. ما حنلاقي أفضل أكيد من خبيرتنا شيخة البازي، منورتنا اليوم عشان تعطينا الملخص المفيد كيف نحافظ على هذه القطع. منورة شيخة. حبيبتي أهلا وسهلا فيكم. بداية خلينا قبل ما نخش على التفاصيل ممكن نعرف معلومات أكثر عن أنواع الجلود وكيف ممكن تتعالج. طبعا هناك كثير من الجلود، في اللي هي الجلود الطبيعية والجلود الصناعية. طبعا أفضل شيء يعني لو جينا نتكلم في الجلود الطبيعية، أول حاجة الجلود الطبيعية في منها الجلود الأبقار والجلود التمساح والجلود اللي هي الأفعى والجلود الأنعام والأسماك وأشياء كثيرة يعني. صحيح. فأفضل جلد إذا تكلمنا في الجلود الطبيعية واللي منتشرة أساسا في العالم كله والناس الأكثر شيء تستخدمه اللي هي الجلود الأبقار. الأبقار لأنها سهلة التعامل معها وسهلة التنظيف وأسعارها كمان رخيصة. أما بالنسبة للجلود التمساح تجيك شوية قوية وأسعارها شوية ثمينة. وعندك اللي هو جلود الأفعى تجيكي أشكالها حلوة وجميلة، يعني إحنا الأكثر شيء البنات نحب الجلود الأفعى لأنها تجيكي مموجة وعلى ذهبي وكذا. صحيح. وعندك كمان اللي هو الجلود الأنعام تجيكي فيها كذا منقطة نقط. طبعا في البراندات الكثير تستخدمها. بالنسبة للجلود الصناعية برضها أنواع، بس هي طبعا يعني كيف اقول لك تستهلك بسرعه وتنعدم بسرعه وتخرب بسرعه. فعندك طبعا الجلود الصناعيه تجيك الجلود اللامعه والجلود المطفيه. طبعا كيف احنا نقارن بين الجلود الاصليه والجلود الصناعيه؟ طبعا في الريحه نفسها، تمسك الجلد تشمي تجيك ريحه حلوه فيها، وكمان الاسعار تختلف. اذا شفتي شيء رخيص فهذا جلد صناعي. صحيح. اذا كان يعني سعرها مرتفع فحيكون جلد طبيعي. حلو. بعد ما تكلمنا وذكرنا انواع الجلود كيف ممكن نعالجها، سواء كانت عندنا شنط او محافظ او قطع ملابس تكون غاليه مثل ما ذكرتي، خصوصا اذا كانت جلود طبيعيه، فهنا كيف نقدر نعالجها اذا صار لها شيء؟ بالنسبه للجلود الطبيعيه تتعامل كجلد الانسان. لازم نستخدم لها أول شيء واقي أو حماية كاملة. طبعا هناك في براندات كثير، طبعا إحنا مرة ثقافة الجلود كيف نعتني فيها وكيف نحميها طبعا معدومة، سوري على الكلمة هذه. فالأفضل شيء إنه إحنا لازم تكون في مكان بارد عشان ما تتأثر بالرطوبة والحرارة. لازم نحافظ عليها، نحطها بأكياسها، نحط لها طبعا كريمات. لا 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 لا, لا, لا شوفي انا الحين اوافقك الراي، نحطها في مكان بارد عشان الرطوبه، نحطها في اكياسها عشان ما تنعدم من الغبار او اي شيء ممكن يصير فيها، ولكن نحط لها كريمات ولوشن. هذه اول مره اسمعها شيخه. ما قد عدى عليك شنطه تصير فيها تجاعيد؟ تتجعد اذا كان لها فتره طويله يصير فيها شيخوخه. لانه جلد طبيعي، جلد طبيعي، في الجلد الطبيعي تنحط لها كريمات تتمد. لازم الكريمات تكون ضد التجاعيد ولا اي كريمات؟ لا هي لا هي كريمات يعني متخصصه في الجلود الطبيعيه. يعني مو الكريمات واللوشنات اللي نستخدمها نحن، هي كريمات للجلود الطبيعيه. لا تلاقيها في الاماكن اللي بيبيعوا فيها الاهتمام في الجلود الفاخره. حلو. طب بحكم تخصصك في هذا المجال وحبك وشغفك لهذا المجال شيخه، ايش اكثر المشاكل اللي بتشوفيها كثير في عملك؟ والله في مشاكل مره كثير بالنسبه للجلود. تجيكي مثلا وحده تجيب لك شنطه مثلا، نقول هذه الشنطه من كثر الاستخدام تنحك. ايوه. فلما تتحك لونها تتغير او يشيل تنشال الطبقه الاولى. فيجيبوها عندنا عشان نعمل لها تجديد لون تجديد اللون، او نحط لها مثلا اذا كان فيها تجاعيد برضه نحط لها كريمات
واشياء كثيره يعني بنحطها في اماكن بارده تكون يعني زي الفريز وكذا، انها يعني نفس الجلد يصير فيه كذا مرخي، فنحطه في مكان بارد عشان الجلد يصير قوي. صح. طيب انا صراحه يمكن من اكثر الناس اللي ازعل على شنطي وشوزاتي، لانها احيانا تكون جلد او شمواه وقطيفه وما نقدر نلبسها في اي مكان او نخرج فيها لانها بسرعه تنعدم. صحيح. فهنا اذا انعدمت سواء من حجاره او تراب او مويه في نفس الوقت، خصوصا الشمواه صعب انك تتعاملي معاه، فكيف هنا ممكن نحافظ عليه؟ بالنسبه برضه كريمات؟ بالنسبه لا، مو الشمواء غير لانه شعر، فالشمواء لازم لها طريقه ثانيه. الشمواء لها مثلا نقول شامبو خاص لها. هك هذا بادجت لحاله على الكريمات والشامبوهات غير الشنط اللي نشتريها مبالغ، لانه انت بتشتري مبالغ يعني غاليه يعني ما حتكون رخيصه، فانت اكيد حتهتمي فيه وتعتني فيه. فلها طبعا شامبو خاص، لها بلسم خاص، لها بخاخات كمان، ولها بخاخات عشان مثلا اذا اللون راح تجدد اللون فيه. والفرشه اهم شيء، الفرشه مع الشمواء لازم الفرشه تكون خشنه. انا والله كنت ابغى اجيب معي انواع الفرش بس ما لحقني الوقت. فلها فرشه خاصه تتمشط عشان ترجع اللي هو حيويتها والنعومه حقت الشمواء. كيفني هنا معك. ايوه. طيب عاده في عمر افتراضي لهذه الخامات طبعًا. ولا طالما في عنايه راح تتحمل وتدوم معانا عمر؟ طبعا لها عمر افتراضي. طبعا بالنسبه للجلود الصناعيه ما لها عمر، ممكن أبداً. من لبسه او لبس او يعني من استخدامه مرتين ثلاثه ممكن خلاص ينعدم. بالنسبه للجلود الطبيعيه مده اطول، يعني نقول مثلا ثلاثة أرباع المدة، يعني ممكن تقعد معاكي فترة طويلة إذا أنت اهتميتي فيها. طب في كثير من الناس ما تعرف كيف تنظف بطريقة صحيحة هذه القطعة، فإيش أفضل وسيلة للتنظيف وإعادة رونق القطعة كذا كأنها جديدة؟ الاحتفاظ بها. لازم تهتمي فيها وتكون في أماكن باردة، مغلفة، بعيدة. طبعا في بعض الجلود عندك هنا في شوز اللي هو الفواتح، لما تكون متلصقه مع مثلا شوز ثاني اغمق منه ممكن يسحب اللون. هذا نوع صح. من انواع الجلود. فلازم تحتفظي فيها وبعيده عن يعني كل شيء، تكون يا في كرتونها او تكون في اللي هو اللاندري الباق اللي تجي مع الشوزات. حلو. طب ايش اكثر المشاكل نقدر نحن شخصيا نتعلمها ونتعلم ونعالجها بنفسنا، ومتى والله لازم اقول لا انا راح اروح عند شيخه عشان ترجع لي هذه القطعه الجديده؟ في البيت زي ما قلت لك حاولي تحطيها في مكان كويس، بالذات الشنط عشان ما تصير فيها استرخاء وتلين الجلد. دائما احشوها باشياء يعني ممكن اكياس او قطن او اي شيء نحشي الشنط. بالنسبه للشوزات نفس الشيء. وفي طريقه دائما انا اقول لعملائي بالذات لما يجي الجلد مره يصير لين في الشوز بالذات اقول لهم حطوه في الفريز. لا 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 شيخه انت قاعده تصدميني اليوم. لا من جد عشان ترجع قوته وتركيزه. اوكي. طيب لما نختار قطعة جديدة عشان نشتريها، تعرفي خصوصا القطع يعني في براندات أسعارها عالية جدا، فلما نروح نشتري لازم يكون عندنا خبرة في اختيار أنواع الجلود. طبعا هذا شيء مرة مهم تدوم معانا أكثر، لأننا دافعين فيها مبلغ وقدره. فكيف فعلا هنا نعرف ونفهم نختار أي نوع من الجلود؟ أنا دائما كل بعد فترة وفترة أنزل طبعا السوق واعلم مشاهديني، طبعا انا عندي متابعين في السناب، فدائما اشوف ايش البراندات الجديده اللي نازله، ايش اللي ممكن يشتروها اللي ممكن تتعالج، وايش الاشياء اللي صعبه ممكن ما تتعالج. حلو. فاذا في ديني الله يسعدك. عندك مثلا عندك هذا جلد التمساح، بعض الحين جلد التمساح تجيك فيها كذا لون، اللي فيها كذا لون صعب انها مثلا اذا راح لونها ممكن احنا نرجع لونها. أوكي. او تتعالج. يعني ممكن اذا كانت خياطه، اذا كانت لون واحد ممكن. واحد ايوه، بس مو طبعا اللمعه. اذا كان مطفي. اللمعه هذه تكون مثلا داخل فيها بلاستيك، فصعب المعالجه ما تتعالج. بس ممكن نعالج في موضوع اذا انشقت الشنطه نخيطها، مثلا
هي بس خياطه يعني اكثر من كذا، او ممكن زي ما قلت لك اذا استرخى الجلد ممكن احنا نعالجه بطريقه اشياء نحط لها. بالنسبه للشنطه هذه اللي هي شنطه تعتبر من جلد الافعى، برضه نفس الشيء، صعب انها تتعالج بالذات في تغيير اللون او تجديد اللون لانها جلد طبيعي وفيها كذا لون، بس ممكن نعالجها بطريقه ثانيه زي ما قلت لك اذا كانت فيها خياطه او ممكن نحشيها. حلو. بالنسبه هنا ممكن هي افضل الشوزات المطفيه هذه تتعالج بسهوله. حتى لو اتحكت من هنا او مثلا لونها تغير احنا ممكن نرجعها وترجع جديده كانك دوبك اشتريتيها من المحل. طب واللي اللي فيها لمعه ما تتعالج؟ اللي فيها لمعه صعبه مره، انتبهوا اللي فيها لمعة. ما احب اللمعه، الشيء اللي يبرق كذا يبرق بالذات النوت هذا. اي نفس اللي لابستها. ايوه هذه اكبر مشكله. الله يبشرك بالخير، يعني ما في امل. هذه لو مسكت مثلا في عبايه او في جينز وشرب لون خلاص انتهى، ما راح يطلع، انتهى وضعها. اوكي بس والله حقتي نظيفه ما شاء الله. أيوة شكرا، يعطيك العافيه شيخه، قلتينا اليوم معلومات صراحه انا شخصيا اول مره لي اعرفها، واتمنى المشاهدين استفادوا منها. الله يخليك، شكرا لك، تسلمي لي. مشاهدينا مكملين معاكم، الشمندر والجزر والسبانخ في قائمه الاطعمه الشتويه، انتظرونا بعد الفاصل.